تمام الساعة الرابعة ظهرا من يوم الخميس 16 من ديسمبر، وبعد أن عاد زوجي محمد الشمري رحمه الله من عمله في الشركة التي يعمل بها وسط الرفحاء، بدأت أحزم الحقائب لنسافر إلى مدينة الرياض في زيارة عائلية لمنزل شقيقته بعد أن تمت دعوتنا للغداء يوم الجمعة. ركبنا سيارتنا في تمام الساعة السابعة مساء برفقة أبنائنا الستة فهد وحامد وفيصل، ولما وحلا وهلا كانت مشاعر الفرح ظاهرة بشكل جلي على وجوهنا ووجوه الأطفال، فلم نخرج في رحلة كهذه منذ مدة نظرا لعمل زوجي المتواصل. كان حريصا أن يلبس الأطفال ملابس مريحة أثناء سفرهم حتى لا تشق عليهم طول المسافة. بدأ الليل بالدخول وكنا لم نخرج من حدود محافظة الرفحاء بعد، كان الطريق خاليا والإضاءة شبه منعدمة. تأنى زوجي محمد في الطريق ولم يتجاوز السرعة المحددة نظرا لضبابية الأجواء. بدأنا نتبادل أطراف الحديث عما سنفعله في اليوم الأول من مكوثنا في الرياض وكيف سنفاجئ شقيقته في عيد ميلادها. فجأة وبلا سابق إنذار لمع وميض أبيض قوي، ثم دخل ظلام دامس. كنت في حالة شبه غيبوبة، لكنني كنت أسمع صوت أنفاس محمد الأخيرة وهو يتمتم بلا إله إلا الله محمد الرسول.